أتكلم عن أيام قبل رمضان. كان الوالدة قبل رمضان الله يحفظها تستعد له، يعني من أغراض حق المطبخ طبعا، الصحون، الجدور، هذه كلها تكون جديدة داخل. طبعا الطحين الكباب قبل ما ياخذونه جاهز، هم ياخذون احنا نسميه النخي، هاي مال الخباز، مع نخي مال الحمسة، ويخلطونه يميع ويطحنونه في البيت على اساس يقول لك طعمه يكون احلى من الجاهز. العيش ياخذونه ويون نسوان الفريج ويغسلون العيش ويحطونه على السطح ينشف، وبعدين ياخذونه يطحنونه على اساس يسوون فيه محلبيه العيش، الكاستر. بعدين الوالده الله يحفظها تاخذ الجدر وتوديها حق واحد اسمه الصفار، اللي هو ينظف الجدر ويلمعه على أساس، لأن هاي جدر الهريس من رمضان لرمضان يكون من النحاس. رمضان اللي يختلف قبل، يعني الحين قبل كان لمة، يعني إحنا كنا كلنا في بيت اليد، العمام، الخال، كلنا موجودين في بيت واحد، يعني هذه في حوش واسع وفي غرف، ونكون كلنا موجودين، يعني كل واحد له غرفة. يعني أول ما يقولون لا دي زحمة وذي، أول الغرفة تشيل لها الأم والأبو والعيال يميع، ويون الشناين، يعني وإحنا لما نكبر شوي لازم ندش المطبخ ونتعلمنا، أي نقعد معاها شلون نسوي الكباب، شلون نسوي، لأن ليش؟ لأن الأم تقول بعدين أنت بتكبرين وبتزوجين، بيكون عندك بيت، تأسسين أسرة، فلازم يكون عندك خبرة.